أهلا بكم. وصل الرئيس هذه العاصمة الإماراتية أبوظبي. بحسب وكالة أنباء رسمية سبأ، فإن هادي سيلتقي خلال الزيارة ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد للوقوف على آخر تطورات الوضع في البلد ومناقشة دور التحالف العربي في دعم الشرعية. في هذه الحلقة من زوايا الحدث سنتوقف عند هذا الخبر لنتحدث عن أهم الملفات التي من المحتمل مناقشتها في هذه الزيارة والدور الإماراتي في اليمن واتجاهاته في هذه اللحظة. زيارة لم يعلن عنها مسبقا ويبدو أنها أعدت على عجل، وهو ما يفتح الباب أمام التكهن أن هذه الزيارة ذات صلة بالأحداث الأخيرة التي جرت في عدن والتي أثير فيها الحديث عن دور إماراتي يتعلق بدعم بعض الفصائل المسلحة التي ترفض الانصياع لقرارات الرئيس هادي. على الأرض تقود القوات الإماراتية معركة الساحل الغربي التي استكملت تحرير مدينة وميناء المخا وتتقدم باتجاه الحديدة، ومن جهة أخرى يدور حديث كثير عن دور إماراتي بأجندة أخرى تتعلق بمساع إماراتية لفرض سيطرتها على المشهد في المناطق المحررة، واضعة كثيرا من العراقيل أمام السلطة الشرعية لممارسة دورها. وعلى ما يبدو أن زيارة الرئيس هادي لأبوظبي تأتي في سياق البحث عن مخارج لأزمة متقطعة بين الجانبين. في هذه الحلقة نسلط الضوء على هذه الزيارة وأفاق العلاقات بين السلطة اليمنية الشرعية والإمارات. نبدأ النقاش بعد هذا التقرير. زيارة جديدة ومفاجئة يقوم بها الرئيس عبد الرب منصور هادي إلى دولة الإمارات بعد حديث عن توتر في العلاقات بين الطرفين. زيارة هادي التي لم يعلن عنها ولم يرافقه فيها سوى مدير مكتبه حظيت باستقبال فاتر يعكس حقيقة الموقف الملتبس بين الطرفين. سيناقش هادي مع ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد العديد من القضايا، وفي مقدمتها الملف الأمني الذي تمسك دولة الإمارات بمفاتيحه في عدن. قوات الحزام الأمني في عدن وتبعيتها وتضارب الصلاحيات والاختصاصات بينها وبين الأجهزة الرسمية للدولة يبدو أنها ستحتل حيزا كبيرا في النقاشات، خصوصا مع تعامل قوات الحزام الأمني والسلطة المحلية في عدن كقطاع مستقل لا يخضع لسلطة الرئيس هادي والحكومة الشرعية، وهذا ما كشفت عنه أحداث مطار عدن قبل أكثر من أسبوعين. عقب أحداث المطار تصاعدت حدة الخلاف وكاد أن يخرج عن السيطرة حين وصل الموضوع للاشتباكات وقصف قوات تابعة للحماية الرئاسية في محيط مطار عدن، وهو ما أدى بعدها لمغادرة الرئيس هادي للرياض لبضعة أيام، ولم يتم تمرير قرار تغيير مدير أمن المطار المدعوم من قبل القوات الإماراتية. اعتماد التحالف على الدور الإماراتي في عدن والمحافظات الجنوبية تجاوز الجانب العسكري والأمني ووصل لحد السيطرة على الشق السياسي وتحديد مهام وصلاحيات الحكومة الشرعية، كما كشفت العديد من الأحداث الأخيرة والتي من ضمنها استثناء عدد من الشخصيات الحكومية من التواجد في العاصمة المؤقتة. على المستوى الإقليمي والدولي تتحرك الإمارات في الملف الأمني وفق مخاوفها المعلنة تجاه تكتل سياسي فاعل في المشهد اليمني، وتسعى لاستبداله بتكتل آخر يبدو أكثر تشددا وتطرفا لكنه أكثر ولاء لها ولديه القدرة على تجاوز التراتبية الوطنية. تبقى زيارة الرئيس هادي إلى أبوظبي والتقائه بالمسؤولين الإماراتيين مهمة إلى حد كبير من أجل وضع النقاط على الحروف، لكنها تكشف في الوقت ذاته عن غياب واضح للتحرك المؤسسي والرسمي وفق البروتوكولات المنظمة لعلاقات الدول ببعضها البعض. إذا نرحب بكم من جديد مشاهدينا الكرام. ينضم لنا الآن من الرياض الصحفي في رئاسة الجمهورية السيد ياسر الحسني. أستاذ ياسر، زيارة ثانية للرئيس هادي للعاصمة الإماراتية في أقل من 3 أشهر تقريبا، ما هي أهم الملفات التي ستناقشها هذه الزيارة؟ تحية لك وتحية للمشاهدين الكرام. زيارة فخامة الرئيس المتكررة لعواصم التحالف العربي تأتي في إطار المناقشة للقضايا المشتركة وكذلك المعركة التي تشاركنا فيها دولة الإمارات العربية المتحدة في كثير من الجبهات وقوات التحالف العربي. نحن نعرف جميعا أن الإمارات دولة مهمة في التحالف العربي، ورئيس الجمهورية يسعى للتنسيق الكامل مع جميع قوات التحالف العربي خصوصا دولة الإمارات العربية المتحدة التي تتواجد بقوة على في كثير من المحافظات وخصوصا في المحافظات الجنوبية والساحل الغربي، وكذلك مناقشة خير العمليات العسكرية الحالية والمقبلة. طيب، هذه الزيارة أتت أيضا بعد نحو أسبوعين من أحداث عدن، أشير فيها هذه الأحداث إلى دور إماراتي داعم لقيادات عسكرية تمردت على قرارات الرئيس هادي. هل ستعالج هذه الزيارة هذا الملف؟
أنا أعتقد أن كافة المواضيع التي متواجدة في الساحة في اليمن سيتم مناقشتها من خلال زيارة رئيس الجمهورية، وكذلك موضوع ما حصل من تمرد في مطار عدن وكثير من القضايا التي سيتم مناقشتها. وأنا أعتقد أن هذه أهم قضية سيتم مناقشتها لحساسيتها، وهناك تفهم من القيادة الإماراتية ومن قيادة ومن كذلك من فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي لحل كافة المواضيع. نحن نعرف جميعا أن الإمارات تقدم تضحيات جسيمة في سبيل استعادة الشرعية ودعم الحكومة الشرعية، وبالتأكيد أعتقد أن هناك تباين، بعض التباين في بعض وجهات النظر، وسيتم الاتفاق عليها وحلها، كما كان هناك أيضا تباين في قضايا سابقة ويتم حلها. وأنا أعتقد أن زيارة رئيس الجمهورية ستطرح كافة النقاش كافة النقاط للنقاش وحلها حلا جذريا. طيب، هل سيكون الملف الاقتصادي ضمن أجندة هذه الزيارة؟ يعني احنا شاهدنا نوع من التطمينات التي أعلنت عنها الرئاسة حول دعم من قبل التحالف العربي تحديدا السعودية، هل هناك مؤشرات لدعم آخر يقدم لليمن من دولة الإمارات؟ حقيقة رئيس الجمهورية في كل زياراته يحرص على إبراز أو تناول إفراد يعني مساحة كبيرة للملف الاقتصادي. نحن نعرف جميعا أن الدولة انهارت تماما عقب انقلاب ميشي الحوثي، وكذلك نهب الاحتياط النقدي. فرئيس الجمهورية حريص على يعني طلب الدعم من دول التحالف العربي لدعم الاقتصاد الوطني وضخ يعني دعم العملة النقدية وكذلك الاحتياط النقدي. المملكة العربية السعودية قدمت مشكورة كثير من الدعم للاقتصاد اليمني، وانا اعتقد ان دول التحالف العربي لن تدخل في دعم الحكومة الشرعية، فقط يعني شاركت الحكومة الشرعية ببناء أبنائها، ولن تدخل أبدا في دعم الحكومة الشرعية في يعني دعم استقرار العملة النقدية ويعني عودة العافية للاقتصاد اليمني. إذا أشكرك أستاذ ياسر الحسني الصحفي في رئاسة الجمهورية، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. ينضم الآن إلينا مشاهدينا الكرام من عدن رئيس مركز مسارات للدراسات والإعلام السيد باسم فضل. أهلا بك أستاذ باسم. أستاذ باسم، ما هي دلالات زيارة هادي إلى أبو ظبي تحديدا في هذا التوقيت؟ والله يا أخي، كما يبدو أن حالة التباين والتوتر بين الإمارات ورئيس هادي تتسع يوما عن يوم، وبالتالي يبدو أن زيارة الرئيس للإمارات هو لردم هذه الفجوة التي بدأت تتسع، لا سيما من بعد احداث المطار. وفي الحقيقه يعني هناك جهود كثيره ايضا تبدا لردم هذه الفجوه واعاده المياه الى مجاريها بين الرئاسه اليمنيه والامارات العربيه، التي طبعا لا ينكر اي يمني فضلها على المقاومه الشعبيه والجيش الوطني وتحرير مناطق اليمن وقياده العمليه العسكريه ضد الانقلابيين. لكن كما يبدو ان هناك يعني بعض التباين في بعض أجندة على الأرض، كما يبدو حدثت يعني هذا ما نراه اليوم. لكن كما يبدو زيارة الرئيس عبد الرب منصور هذه ستضع النقاط على الحروف، وسوف يلتقي بالقيادة الإماراتية وسوف يشرح وجهة نظر الرئاسة اليمنية كما يبدو، وستعود الأمور إلى مجاريها عما قريب، وسوف ينطلق قطار التنمية في المدن المحررة، وأيضا سوف تنطلق العملية العسكرية باتجاه تحرير باقي المحافظات اليمنية. والآن القوات تقترب من محافظة الحديدة والمحافظة الساحلية الحديدة. طيب، إلى أي مدى يمكن أن يشكل أو تشكل أحداث المطار يعني عرقلة لجهود تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة، تقوية أو الصب أكثر في تحرير مناطق أكثر واقعة تحت سيطرة الانقلابيين برأيك؟ في الحقيقة يعني حادثة المطار هي لا نريد أن نكبرها أو نعطيها أكثر من حجمها، لكن هي كانت في الحقيقة تجلي عن وجود بعض يعني من السلوك الذي يعني تطغى عليه عدم التفاهم والتنسيق المشترك بين الجانب التحالف العربي ممثلا بالامارات في عدن وبين الرئاسه اليمنيه. هذا غياب هذا التنسيق في الحقيقه احدث هذه الفجوه الكبيره خلال المرحله الماضيه، وبالتالي تسبب في ما حدث. لكن كما يبدو الان زياره الرئيس
يعني الإمارات بنفسه سوف يردم هذه الفجوة وسوف يعود التنسيق بين الإمارات العربية المتحدة والرئاسة اليمنية والحكومة اليمنية إلى صفق عهده، لأنه في الحقيقة لن تستطيع التحالف العربي أن يتخلى عن الشرعية اليمنية، ولن تستطيع الشرعية اليمنية أن تتخلى عن جهود التحالف العربي ممثلا بدولة الإمارات العربية المتحدة المتواجدة في عدن والمناطق المحررة وتقود العملية العسكرية في مدن اليمن المختلفة. وبالتالي يجب أن يكون هناك توصيل مشترك، يجب أن يكون هناك مشروع استراتيجي حقيقي لما بعد تحرير اليمن، ومشروع استراتيجي حقيقي لإعادة النهوض بالمدن المحررة التي كما يبدو أيضا تشهد حالة يعني من عدم الترتيب، حالة من عدم التنظيم، حالة يعني من انعدام أو ضعف الخدمات في هذه المدينة. وهذا يكون عزيز أيضا إلى هذا الصراع يعني الذي كان مدفونا تحت الأرض ولكنه خرج إلى العالم. طيب أستاذ باسم، برأيك ما هي أبرز النقاط التي سيتفق أو هي تمثل مساحة كبيرة للعمل المشترك بالنسبة للإمارات والحكومة الشرعية بداخل عدن، بداخل المدن المحررة بشكل أكبر، التي ستكون بارزة أو ستحدث هذه الزيارة أثرا مفصليا في هذه النقاط؟ حقيقة أنا لست موظفا في مكتب رئيس الجمهورية ولا أعلم ما هي النقاط التي سوف يطرحها الرئيس على الأخوة في الإمارات وما هي النقاط التي سيتفق عليها، ولكن كمحلل سياسي ومراقب للوضع أرى بأن النقاط الرئيسية المهمة التي يفترض أن تطرحها في مثل هذا اللقاء ويتم الاتفاق عليها أولا هي التنسيق المشترك فيما يتعلق باستعادة مؤسسات الدولة في المدن المحررة وإطلاق عملية التنمية وإعادة الخدمات، تحسين مستوى الخدمات في مدينة عدن، في تنسيق مشترك بين التحالف العربي والحكومة اليمنية بإشراف مباشر من رئاسة الجمهورية باعتبار هي الجهة العليا التي يفترض أن تكون مشرفة ومكشفة بشكل مباشر على القوى الأخرى الموجودة في مدينة عدن التي تعمل تحت إطار الشرعية اليمنية والتحالف العربي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية يعني الاتفاق فيما يتعلق بمشروع المستقبل، مشروع كما يبدو الرئيس عبد الرب منصور هادي يريد أن يطرح على الإمارات مشروع الحوار الوطني ويقنع هذا أن مشروع الحوار الوطني هو مشروع خلاص لكل اليمنيين، وأنه التخلي عن هذا المشروع هو التخلي أساسا عن المقاومة الشعبية والتخلي عن المعركة ضد الانقلابيين، وبالتالي على الإمارات أن تقنع حلفائها في عدن سواء كان محافظ المحافظات أو القيادات العسكرية الأمنية التي تعمل في مع الإمارات العربية لتقنعهم بأن الرئيس هادي سوف يمضي بهذا المشروع وأن الإمارات العربية المتحدة والتحالف العربي والمملكة العربية السعودية يؤيدون الرئيس هادي في مسعى فيما يتعلق بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني ورسم مستقبل اليمن الاتحادي الجد. هذه أهم نقطتين رئيسيتين ينبغي الاتفاق عليها، إذا تم الاتفاق عليها سوف تسير الأمور بشكل منسجم وبشكل منسق بين كافة القوى اللاعبة في المشهد في عدن. إذا لم يتفق على هاتين النقطتين سوف نعود للمربع الأول في تقديري. إذا سيد باسم فضل رئيس مركز مسارات للدراسات والإعلام كنت معنا عبر الهاتف من عدن، شكرا جزيلا لك. ينضم لنا مشاهدينا الكرام الآن من عمان المحلل السياسي السيد عبد الناصر المودع. أستاذ عبد الناصر، يعني هذه الزيارة للرئيس هادي إلى أبوظبي تبدو مختلفة، يعني كان في استقباله نائب أمين العام لجهاز الأمن الوطني بالإمارات اللواء علي محمد الشامسي، كذلك المبعوث الإماراتي الخاص لليمن. برأيك هل هناك أوجه مميزة في هذه الزيارة؟ هل ستكون هناك نقلة نوعية في مستوى التعاون والتنسيق بالنسبة للإمارات واليمن بعد هذه الزيارة؟ مساء الخير. لا أعتقد أن هناك نقلة نوعية، هناك استمرار حالة التموج الصعود الهبوط في العلاقة مع دول التحالف بين هذه الدولة وهذا الطرف من قبل الرئيس هادي، ولهذا لا أعتقد بأن هذه الزيارة ستعمل فارق نوعي، والسبب يعود إلى طبيعة إدارة الرئيس هادي للأمور. الأخ عند ضيفك الكريم عندما قال هناك أفكار أو سيطرح الرئيس أفكار، يعني هذا بعيد عن الواقع. نعرف إمكانات الرئيس هادي ونعرف طريقته العشوائية والارتجالية والشخصية. انظر إلى طبيعة الوفد، ليس هناك وفد حقيقي، هناك الرئيس ومدير مكتبه، لا وجود للوزراء، لا وجود للمستشارين، لا وجود
إلى ما يشير ذلك أستاذ عبد الناصر؟ يشير ذلك إلى أن هادي بيدير الدولة بطريقة شخصية أسوأ مما كان يديرها علي عبد الله صالح، علينا أن نكون واضحين وصريحين في هذه النقطة. وهذه واحدة من المشاكل في تعامله مع جميع دول التحالف الذي يشكون منه في السر، يشكون من إدارته ويشكون من أسلوبه ويشكون من الفساد في إدارته. كل هذه الأشياء هي انعكاس لطريقته في الحكم، وهي الطريقة التي أوصلتنا إلى هذه الكارثة الذي نعيشها الآن الذي يعتبر هو ربما يكون المتسبب الأول والرئيسي فيها. لهذا لا نتوقع بأن هناك تغيرات، لأن الكثير من دول التحالف في فترة ما تقربوا للرئيس هادي ثم انسحبوا عن الرئيس هادي ثم عاد لهم الرئيس هادي، من ضمنها الإمارات وقطر وحتى السعودية بشكل أو بآخر. وعلينا أن نتوقع أن الأمور ستستمر بهذا الشكل. قد تحدث حالة من الانفراج في العلاقة مع هذا الطرف أو ذاك، وأحيانا يكون على حساب طرف آخر في داخل التحالف وليس ضمن سياق سياسة واضحة وسياسة منسقة تخدم هدف مشترك للكل واضح أمامهم. وهذه هي كما ذكرت لك هي الحالة الطبيعية التي نعيشها بطريقة هذه. يعني أفهم من حديثك أستاذ عبد الناصر، أفهم من حديثك ومن حديث الكثير أن هناك نوع من الأزمة بين السلطة الشرعية وتحديدا دولة الإمارات، يعني بما أن حديثنا الآن عن الإمارات، لكن في ذات الوقت نرى القوات الإماراتية هي من تقود التقدم العسكري الحاصل في الساحل الغربي. يعني كيف يمكن فهم الأمر مجملا؟ طبعا الإمارات بتدير العملية العسكرية بمعزل تماما عن الرئيس هادي وفريقه، ولديها تواصلها المباشر وإدارتها المباشرة. وهذه أحد أيضا أوجه الخلل. كان يفترض منذ البداية أن العملية العسكرية برمتها جميعها أن تتم وفق غرفة عمليات واحدة تحت إدارة السلطة بين قوسين الشرعية حتى تكتسب المشروعية، وحتى أيضا تكون منسجمة مع هدف عام يدركه اليمنيون ويريده اليمنيون وهم أدرى به. لكن منذ البداية العملية بتتم أن دول التحالف بتدير العمليات بشكل مباشر. هناك شكوى من قبل هؤلاء بأن هناك فساد وبأن هناك سوء إدارة من قبل الأطراف المحلية، وأنهم يفضلوا الإدارة المباشرة، وأن أجهزة الدولة ومؤسساتها فاشلة وفاسدة، وهذه واحدة من المبررات. ولديهم في هذا الجانب الكثير من الحق، وهناك أمثلة كثيرة يبرهنوا عليها. لهذا هناك خلل واضح منذ البداية وسيستمر هذا الخلل. العمليات العسكرية التي بتدار في أكثر من منطقة بتدار بدون علم الرئيس هادي، ويمكن هو آخر شخص من يعلم بذلك، ولهذا ليس لها علاقة بالتنسيق مع هادي أو بقربها من هادي أو بعدها عنه. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ عبد الناصر. ينضم لنا الآن من الرياض رئيس تحرير صحيفة عدن الغد الصحفي فتحي بن الأزرق. سيد فتحي، يبدو أن الملف الأمني في العاصمة المؤقتة من أبرز الملفات على أجندة زيارة الرئيس هادي إلى أبوظبي. هل وضحت قبل الزيارة أي نوع من أنواع المؤشرات لتوافقات حول هذا الملف؟ الحقيقة أن الأزمة التي عاشتها عدن خلال الأسبوع قبل الماضي هي نتاج لعملية أمنية فاشلة استغرق تشكيلها أو استمرار فيها الأشهر الماضية أو ربما العام الماضي. كل الأطراف كانت تتحدث خلال الفترة الماضية وتقول أن عدن بحاجة إلى جهاز أمني واحد. تحدثنا كثيرا حول هذا الخصوص وقلنا أن لن يسير حالها بوجود أكثر من 5 أجهزة أمنية ووجود ميليشيا مختلفة ووجود قوات عسكرية مختلفة، لكن كل الأطراف حاليا بحسب ما بلغنا الليلة هي وصلت إلى قناعة تامة بضرورة توحيد الجهود الأمنية في عدن، توحيد السلطات الأمنية، توحيد القوات الأمنية والعسكرية في عدن. زيارة الرئيس هادي هي تأتي في هذا الإطار. الرئيس هادي سيصل إلى العاصمة أبوظبي وسيناقش مع المسؤولين الإماراتيين تفاصيل هذه الجزئية الهامة. بحسب التأكيدات التي وصلتنا فإن كل الأطراف، أطراف التحالف وأطراف الحكومة الشرعية، كلها باتت تتفق على ضرورة أن تحكم عدن قوة أمنية واحدة.
الزيارة هي فقط لمناقشة كيف يمكن تطبيق هذه الآلية، ونتمنى نحن كمواطنون أن تصل كل هذه الأطراف إلى آلية موحدة لتشكيل قوة حماية أمنية واحدة، تشكيل غرفة عملية مشتركة بين التحالف وبين الحكومة الشرعية وبين الإدارة الأمنية في عدن، بما يضمن أولا عدم وجود اختلالات أمنية لا تدري عنها السلطات المستهدفة شيء، وبما يضمن عدم وجود أي صراعات مستقبلية بين الأجهزة الأمنية المختلفة. إذن الكل أمام المشكلة وأمام تشخيص المشكلة، فقط الكل ينتظر تطبيق الحل، ونحن ننتظر بفارق الصبر أن تنتهي زيارة الرئيس هذه بتوافق بين هذه الأطراف. طيب يعني برأيك ما هو، أو برأي أغلب أعضاء الناس في عدن، ما هي الطريقة المناسبة للتعامل مع الملف الأمني، يعني خصوصا أن هناك من يقول أن الإمارات هي من تقف وراء التخبط الأمني الحاصل في العاصمة المؤقتة؟ لا، الحقيقة أنا شخصيا لا أعتقد أن الإمارات تقف خلف عملية التخبط الأمني، بالعكس الإمارات كانت الدولة الأولى التي قدمت الدعم الكبير لكافة القطاعات الأمنية في عدن وكافة القطاعات العسكرية. الناس في عدن يشكرون الإمارات شكر كبير، وهي أبلت بلاء حسنا في ظل غياب الحكومة الشرعية خلال الأشهر الماضية، هذا أمر لا يمكن لأي طرف أن ينكره، لكن هناك ضعف كبير في أداء الحكومة الشرعية. مهما كان الدور الإماراتي، مهما كان الحضور الإماراتي، إلا أنه في كل الحالات لن يتجاوز بأي شكل من الأشكال حضور الحكومة الشرعية. لو حضرت الحكومة الشرعية في أول لحظة أو في بداية الشهور الأولى لتحرير مدينة عدن وأشرفت على العملية الأمنية لما وصلنا إلى هذا الحال. إذن نحن نتفق أن هناك حضور إماراتي قوي في عدن، وهناك حضور حقيقي وملزم للحكومة الشرعية باستخدام الحكومة الشرعية في اليمن، لكن هذا الدور الإماراتي وهذا الدور الحكومي لن يتكامل أو لن يمضي إلى الأمام إلا بتكامل كلا الطرفين، تفاهم كلا الطرفين، العمل ضمن فريق واحد. ما لم يعمل الإماراتيون والحكومة الشرعية بشكل منسجم ومتناسق لن تسير الأمور في عدن الصوبة. لكن كل الأطراف حاليا باتت تتفق أن توحيد الجهود هو المهمة الأولى التي يجب على كل الأطراف الاتفاق حولها والسعي قدما لتشكيل غرفة عملية موحدة لتشكيل جهاز أمني واحد. إذا انتهت كل الأطراف صوب تشكيل قوة أمنية موحدة في عدن، فنحن لن نرى أي اختلالات أمنية، لأنه في الأخير سيكون هناك رأس أمني واحد في عدن يدير كل العملية الأمنية. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا سيد فتحي. أعود إلى الأستاذ عبد الناصر المودع. أستاذ عبد الناصر، يعني يقول سيد فتحي بالأزرق أن مهما كان دور التحالف العربي ومن خلفه الإمارات في العاصمة المؤقتة أو اليمن بشكل عام، فهو لن يتجاوز الحكومة الشرعية. طيب وفقا لي وجود شرعية الرئيس هادي وتدخل التحالف العربي أساسا وفقا لهذه النقطة، وما تحدثت أنت عنه من سوء إدارة ونوع من عدم الرضا إن صح التعبير بالنسبة للتحالف العربي عن أداء الحكومة الشرعية، برأيك هل ستصل أحوال إلى أن تتمايز أهداف وأجندة التحالف العربي الإمارات تحديدا عن أجندة الحكومة الشرعية فيما يخص اليمن؟ أولا تحية للأخ العزيز فتحي، وأتفق معه بأن المشكلة هو غياب الحضور السلطة الشرعية وأيضا تعدد القوى الأمنية والعسكرية داخل عدن، ومطلبه هو مطلب حقيقي وشرعي بأن تكون هناك قيادة واحدة وشرعية وتتبع غرفة عمليات واحدة، ولكن وهو أدرى مني بالأوضاع في عدن تحت من ستكون هذه غرفة العمليات. عندما تصارع الرئيس مع حرس المطار سمعنا بأن قائد ألوية الحماية هو ناصر بن الرئيس هادي، هذا يذكرني بقائد ألوية الحماية الرئاسية وهي نسخة مشوهة من الحرس الجمهوري، يعني ابتعدنا من أحمد علي والآن أصبح ناصر يحل محل أحمد علي بس بشكل مشوه وبشكل آخر. هل يعتقد الأخ فتحي أن الطرف الآخر وهم الخصوم هادي سابقا
من منطقة الضالع أو الآن السلفيين الذي هم الحزب الأمني سيقبلون بأن تكون غرفة العمليات تحت إدارة ابن الرئيس. نحن لا نتحدث عن سلطة شرعية في هذه الحالة، نتحدث عن سلطة مشخصنة، عن رغبة لطرف ما بأن يستولي ويستحوذ على الأمر في عدن، وهذا الأمر من الطبيعي أن يقابله الأطراف الأخرى أن ترفض أن تخضع له. هي لا تخضع لسلطة شرعية، هي تخضع إلى سلطة تتبع شخص. نعم. ما يريد أن يقوي هذه المنطقة. طيب. أو يقوي هذا الشخص. أو يقوي هذه ليس على ليس لصالح المؤسسة ولكن طيب دعنا لصالح في أجندة لصالح فريقه. دعنا في أجندة التحالف العربي ومن ورائه الإمارات وكذلك أجندة الحكومة الشرعية، هل ستتمايز يعني في هل ستصل إلى حالة من التمايز أو الاختلاف في وقت ما بحسب المعطيات الحالية؟ أولا لا أظن أن هناك خطة ورؤية مشتركة لدى دول التحالف والحكومة الشرعية بحيث أننا نقول هناك تمايز، هناك تخبط، هناك فوضى، هناك غياب للرؤية، وإلا لما كانت الأمور وصلنا إلى هذه الحال. نحن الآن على مشارفة انتهاء العامين والإنجازات على الأرض محدودة أو كارثية، لأن المناطق التي تم تحريرها من الحوثيين ليست هي الجنة الموعودة، وهي حالة تعيش حالة كارثية من الفوضى ومن غياب الخدمات وغيرها من الكوارث. وبالتالي لا نستطيع أن نقول أن هناك تمايز، لأن أصلا في الأخير ليس هناك خطة متفق عليها ورؤية متفق عليها بحيث نقول أن هناك تمايز بين خطة الحكومة وخطة هذه الدولة وخطة هذا الطرف في التحالف. ستظل العشوائية كما هي، وسيظل أيضا الأجندات المتصارعة، هناك أجندات كثيرة محلية وخارجية ستظل تتصارع في اليمن، ما لم يكن هناك سلطة شرعية لديها أولا المصداقية ولديها القبول الشعبي الداعم الحقيقي والفعلي الذي يدعمها، ولديها المشروع الوطني الذي قادر أولا أن يجمع أكبر حشد ممكن من الداخل وأن يجمع من ورائه الخارج. إذن أشكرك الأستاذ عبد الناصر المودع المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من عمان. أعود إلى السيد فتحي بن الأزرق. أستاذ فتحي، بعد أحداث المطار الرئيس هادي ذهب إلى الرياض، كان من المتوقع أن يتم إنهاء المشكلة التي حدثت لكنه عاد، لم يتم تغيير قائد قوات المطار، يعني هذا الأمر أشير لحظتها إلى أنه يحظى بدعم إماراتي، أقصد قائد القوات قائد المطار، ما الذي يجعل الإمارات تصر على مواجهة الرئيس هادي في عدن؟ ما الذي يجعل في يعني وفقا لهذا الأمر الإمارات تبدو وكأنها تصر على مواجهة الرئيس هادي في عدن؟ الحقيقة الإماراتيون هم لم يتحدثوا علانية بوجود خلاف مع الرئيس هادي، هم تحدثوا أكثر من مرة أو في الأساس هم لم يتحدثوا بالمطلق، لكن الأطراف المواليه لهم ربما تحدثت عن خلاف بسيط. الإماراتيين لم يتحدثوا علانية عن أي وجود أي خلاف مع الرئيس هادي حتى اللحظة، لكنهم قالوا أنه يجب إصلاح الأوضاع الأمنية بشكل عام في عدن. تحدثت كل الأطراف بأن مشكلة عدن ليست متصلة بفلان من الناس أو إعلان، لا، هناك خلل كبير في العمل الأجهزة الأمنية في المدينة بشكل عام، وهذا الخلل بحاجة إلى إصلاح جذري. كيف يتم الإصلاح في عدن؟ أن تبدأ الأجهزة الأمنية بتشكيلها أولا على أساس مدني أو ربما على أساس متساوي بين كل المناطق، أن يتم تشكيل هذه القوات الأمنية بشكل صحيح، القوات الأمنية تكون منتسبة للشرطة وليس للمقاومة أو الأطراف المدنية أخرى. لكن الحديث عن وجود تباين في الرؤى ربما بين إدارة الرئيس هادي وبين الإدارة الإماراتية هذا أمر لا يمكن إنكاره بالمطلق. العشوائية التي وقعت منذ تحرير عدن وحتى اللحظة هي سبب كبير في هذه في هذا الخلاف الذي برز إلى السطح. الإماراتيون هم قوة فاعلة على الأرض في عدن ولا يمكن لأحد أن يتجاوزها أو أن يتجاهل حضورها. نعم. أيضا هناك قوة الحكومة الشرعية هي ممثلة ربما لليمنيين بشكل أو آخر، وهي قوة لا يمكن تجاوزها بشكل أو آخر. كل الأطراف باتت متفقة أنه لا يمكن لإدارة الرئيس هادي أن تعمل بمعزل عن الإدارة الإماراتية، وأيضا الإدارة الإماراتية لا يمكن. نعم. أن تعمل بمعزل عن إدارة الرئيس هادي. طيب لذلك تتفق كل الأطراف أنه لا يمكن لعدن ككل أن تتحرك إلا بتوافق كل هذه الأطراف والعمل بشكل موحد. أستاذ فتحي أشكرك، رئيس تحرير صحيفة عدن الغد، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. بهذا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، دمتم بخير وفي أمان الله.